ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. طبعا هنا محذوف مقدر، يعني ربنا وآتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك، لأن هذا يفهم من السياق. إيه اللي على لسان الرسل وعدوهم بإيه؟ بالجنة، ما دام عملتم صالحا فالجنة مآلكم. شوف يا إخوانا القرآن دايما، أنا حتى استشعرتها وأنا بدي درس القرآن، القرآن كله بيزهدك في الدنيا، اوعى تتعلق بالدنيا، ويرغبك في الآخرة، كأن دايما يريد أن يوضح لك الحقيقة. اوعى تنسى حقيقة إن الدنيا فانية، اوعى تعصى ربنا بسبب الدنيا، الدار الآخرة هي الباقية. ولذلك ليه دايما نحث الناس على قراءة القرآن؟ عشان يذكرك بهذه الحقيقة. إنما ما فيش ورد قرآن وفي بقى كلام مع الناس ومشاكل مع الناس والدنيا والطعام والشراب والشغل والبيت والسكر. كانت في ناس زحمة قوي على ايه ده سبحان الله. لا 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 ما تنساش، لا بقى أهل الإيمان عندهم بقى نوع من القناعة والهدوء النفسي والرضا النفسي، ما فيش أي مشاكل عندهم. ليه؟ لأن عنده اكتفاء ذاتي، عنده غنى ذاتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى غنى المال، إنما الغنى غنى النفس. الحديث ده لو عدنا نفسره في مجلدات علم نفس مش هنخلص. الغني مش اللي عايز دايما، خد فلوس وخد منصب وخد عربية، طول ما هو محتاج ده يبقى فقير. ولأن الدنيا لا تنتهي، فالعاقل اللي يعود نفسه إنه يستغني مش يشبع، يقولك طب لما أخد دي أشبع، لا مش هيشبع، إنما هو مهيئ نفسه إنه مش عايز حاجة ومروض نفسه على كده. تعرف تبقى كده؟ وعلى فكرة دي فلسفة تقريبا الديانة البوذية، طبعا لا ديانة ولا حاجة، ده كلام كفر كله، بس هما قدروا عايزين يوصلوا لأتباعهم السعادة بالشكل ده. قال لك إن مصدر الشقاء في الدنيا التطلع، طول ما أنت متطلع وعايز ده مصدر الشقاء. أما العمل إيه؟ شوف ده هو الأساس اللي بنوا عليه الفلسفة بتاعتهم. وبنعمل إيه؟ قال لك ما تطلعش لشيء، تكون زاهد في كل شيء، ما تفرقش معاك، جات الحاجة الحمد لله، ما جاتش مش فيش مشكلة، ما تفرحش بالشيء قوي وما تزعلش على الشيء قوي، ما انت لما ما فرحتش بيه قوي مش هتزعل عليه قوي. يعني واحد يقول لي مثلا ما عندوش اولاد، جه الاولاد بقى تلاقي بقى بيكلم الناس ومش عارف ايه وخايف على الواد وحضنه، ايه يا عم في ايه؟ جات النعمة الحمد لله، لان النعمة قد تسلب، فلازم تبقى صامد ومستعد. ده ضعف الإنسان في الحتة دي، إنه بيميل للشيء قوي زاد عن اللزوم، بيحب الفلوس قوي، لما راحت جاله غلطة ومات هو ما هيأش نفسه. ليس الغنى غنى المال، إنما الغنى غنى النفس. ولذلك اللي عنده تكييف زي اللي ما عندوش تكييف ومش فارقة معاه. واحد ما عندوش تكييف وبس، هو اصلا ما بيحبش التكييف وبيتضرر منه، يبقى كانه عنده. واحد معهوش عربيه بس مستمتع هو ما فيش وجع دماغ وميكانيكيه وسمكريه، فهو مستغني، يبقى كانه عنده عربيه. لان من استغنى عن الشيء فقد تملكه، هي دي بقى اللي عايزين نوصل لها. انا مستغني مستغني مستغني، انا كان عندي عربيه وبعتها، انا شخصيا زهقت منها ومش فارقه معايا، واقسم بالله لو جابوا لي عربيه بي ام دبليو مجانا عشان اركبها، بس لازم انا اركبها وارجع تاني للسواقه، والله ما اقبلها.
شوف بقى، وانا اقسم بالله الله يكرمك، قول اللهم بارك. لا لو انا هجيب له سواق، لو قال لي براحتك هجيب سواق واخدها، لكن لو قال لي لازم تركبها وتسوق الزحمه والدنيا والكلام ده ابدا. وانا سعيد جدا وانا بطلع الكتاب واقراه في المواصلات. بتفرق معاك؟ ده هو من استغنى عن شيء فاكنه تملكه. لكن في ساعات احنا بنمشي بنفس الايه النظام اللي المجتمع عايز يفرضه علينا. لا انا عايز زي ما انا عايز بما يتناسب مع مثلا شغلي او نحو ذلك، والاهم اعمالي الصالح. طب انا كنت بصرف كل شهر حوالي 1000 جنيه في العربية دي، 1000 جنيه، شهر يعدي والتاني يعدي، شهر التالت تدفع 3000 جنيه، يعني متوسط 1000 جنيه. طب ما انا اولى بالاموال دي، والنهاردة المواصلات مع البنزين اللي غلي الاجرة 1.25 جنيه بقت 1.5 جنيه، يعني حاجة جميلة جدا. والمواصلات في مصر نعمة يا اخوان. ليا واحد سافر المانيا مفيش مواصلات، والتاكسي غالي جدا، وبيمشوا مسافات شاسعة، مفيش بقى التوافر الشديد لكل انواع المركبات عندك في البلد دي. انت عندك توك توك، وعندك ميكروباص وميني باص واتوبيس جمعيه واتوبيس حكومه، وعندك كل حاجه. لو عايز تمشي 10 خطوات هتلاقي مواصله، دي نعمه والله. مفيش مكان في مصر وتعرف تروحه بسهوله. حتى التاكسيات بقى في اللي هو اوبر وكريم، وتتصل بيه قدام البيت يستناك. ايه؟ تحت البيت يستناك، وعربية فخمة تتكسف تركبها تقول ايه ده؟ دعاء جميل، بس في الأحلى منه بقى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. بالظبط. ماشي، بس هو جائز، احنا بنقول الأفضل بقى. جت فيك بقى يا مكرم، معلش. فانت ما تعودش انا عايز عربيه، انا عايز كذا، انا عايز كذا، لا، ولا انا مش عايز، فاهم؟ لو قدرت توصل لدي يبقى انت نجحت ان انت تبقى غني. انا جدتي بيحكوا لي ابنها اللي هو خالي عمل حادثه في العتبه، كانوا ساكنين في العتبه، فالست نزلت ملهوفه: ابنك عمل حادثه وبتاع. طبعا عربيه فخمه، و المهم اطمنت لقيت الولد كويس. الراجل بيقول لها: طيب اللي انت عايزاه يا حاج، اللي انت عايزاه، وعربيه ومنظر. قالت له: مش عايزه حاجه، ابني ما دام بخير الحمد لله. يا ست اي حاجه؟ قالت له: مش عايزه اي حاجه. وهم كانوا ساكنين في السطح، ساكنين في سطح يعني فقراء او يعني، ولكن عندها الموقف ده لما اتحكى لي قلت هو ده غنى النفس. مش اللي انا عايز، طب وعايز واديلي واطمع ومش عارف ايه واكل وعايز اكل احلى. ما انت كل ما تحوز نعمه هتلاقي حاجه تانية انت ايه مش هتخلص، يبقى هنا الشقاء. الكلام ده مهم جدا، انما نعود نفسي على القناعه والنفس على ما بتعودها عليه. طول ما انت بتربيها بتتربى هي كده. لا لا لا، يعني الشاي انا كنت بشرب 3 معالق، الواحد زاد في الوزن وبتاع، لا يا عم هي معلقه. دلوقتي ما استطعموش الا بمعلقه. ليه؟ عودتها على ذلك. صلاه الجماعه، صلاه الجماعه صعبه جدا. تعرف اللي اتعود على صلاه الجماعه؟ انتوا كلكم جربتوا الكلام ده. بتصلي في البيت وانت عامل ازاي؟ متضايق. طب دي صلاه الجماعه اصعب، ده نزول وطلوع وحركه، لكن خلاص عودت نفسي. فعود نفسك على حب الخير، عود نفسك على الالتزام، عود نفسك على المعاني الجميله دي. هي هي يعني، واحنا قاعدين دلوقتي احنا حاسين بسعاده وراحه نفسيه زي اللي حاسسها بتوع المعاصي، بس احنا سعاده راقيه ما يعقبهاش ندم. هو مبسوط دلوقتي، لكن اول ما يحط راسه على المخده تجتمع عليه الهموم، عقوبه من الله. مش هقول لك هو مش سعيد، هو مبسوط واحنا كمان مبسوطين. ما انت روضت نفسك لا تنبسط بحاجات حلوة جميلة راقية ترضي ربنا. هو الانبساط واحد،
بس هو عودها على الفساد وانت عودتها على الخير. فهمت الفكرة؟ فاحنا لا عود نفسك ان انت يعني لما اخلص الورد بتاعي اكون مبسوط جدا، قدرت اخلص الورد مع المشاغل والزحمة. نفس اللي مثلا عايز يتكلم مع واحدة، ده هدف وده هدف، حصولك على النتيجة يسعد القلب، بس واحد حصل على نتيجة يعقبها ضرر ويدخل النار، واحد حصل على نتيجة يعقبها خير ان شاء الله. فعود نفسك الخير حتى تنال رضا الله عز وجل. ربنا وآتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلي، إن عملت خيرا ستلقى خيرا ولا تخزنا يوم القيامة. وعرفنا الخزي والشقاء بإيه؟ بدخول النار. يعني ما تدخلناش النار يا رب. إنك لا تخلف الميعاد، يعني إنك لا تخلف الوعد. ما دام وعدت، طب هما بيدعوا ليه؟ ما ربنا كده كده نافذ وعده. لا، ده من باب الايه، التوسل باسماء الله، زي بتقول يا رب اشفي، يا انت الشافي اشفيني، يا رب انك لا تخلف الميعاد فادخلني الجنه. ده من باب التوسل باسماء الله.